وقف عندك. عملتوا شيء للولاد؟ شو فكرنا بحوش إن؟ لا الولدين مناح. لو حضرتك ما غلط ما كان صار فيهن هيك. أنا جاهز تنفيذ. قبل التنفيذ عرفت شو غلطك؟ عرفت إنك فلاح شمش بيه هالقد. لا والله هالقد. ودماغ هالقد. هذا الدماغ يجبرك تفكر مثل فلاح. مستحيل تقدر تفكر مثل باشا. أعطيني المعلومات وكميان. برسم خطة وبرضى عليكي. قبل المعلومات عرفت شو غلطك؟ فهمتو؟ غلطك إنك حلمت أكثر ما بحق لك. باقي الدنيا ما فيك تحلم على كيفك. في مقاس الحلم هيك خط مرسوم.